في اليوم العالمي لكواليس، خد بالك بقى، تعلم لغة الإشارة. أنا ممكن أسأل بصراحة وأنا فعلا محتاج أفهم، هل لغة الإشارة ليها أنواع مختلفة؟ هل هي أنواع متعددة على حسب في أي مكان في العالم؟ يعني أنا دايما بقعد فعلا مش هزار، الفكرة دي بتدور في دماغي جدا. دي مثلا الأبجدية بتاعت لغة الإشارة للغة العربية. إذن لغة الإشارة ممكن تبقى مرتبطة بلغة أو بثقافة بتاعت الشعوب، يعني مش عارف. خلوني أخد معايا بكل ترحيب الأستاذة شيرين عمرو، خبيرة ومترجمة لغة الإشارة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. في اليوم العالمي ده أنا بطرح يمكن سؤال فعلا عايز أفهم، هل لغة الإشارة بتختلف من مكان لمكان، بتختلف على حسب لغة الشعوب، بتختلف على حسب ثقافتها؟ أول حاجة طبعا في اليوم العالمي للغة الإشارة أو للغات الإشارة، لأن طبعا هي لغات كثيرة جدا، تمام، أحب أقول لإخواتي الصم وضعاف السمع في كل أنحاء العالم، في مصر والوطن العربي وفي العالم كله، كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب. أول حاجة لغة الإشارة حوالي، أو لغات الإشارة عامة، حوالي 300 لغة، تمام، مش لغة واحدة بس، على العالم كله. لغة الإشارة زي ما حضرتك قلت هي مش لغة موحدة بس، هي لغة بترتبط بثقافة الشعوب وكمان باللهجة، وبترتبط باللغة اللي بتتم التحدث بها في البلد أو الدولة معينة مثلا. يعني كل دولة وليها لغة إشارة، يعني هنقول بالفعل لغة الإشارة بتختلف من دولة لدولة، يعني زي ما حضرتك قلت. يعني لغة الإشارة في الصين تختلف عن لغة الإشارة في الدول الناطقة بالإنجليزية، تختلف عن الهند، تختلف عن المنطقة العربية إلى آخره. أكيد طبعا كل دولة وليها لغة الإشارة اللي هي خاصة بيها طبعا. ده طبعا يعني غير طبعا ان لغة الإشارة أساسا مهمة جدا ان احنا كلنا نتعلمها، لأن عدد الصم في العالم كله عدد كبير جدا، حوالي 72 مليون شخص أصم، وفي مصر حوالي أكتر من 7.5 مليون شخص في مصر بس. يعني نقترب من حوالي 9% تقريبا. نقترب كمان من 10%، تمام، الصم اللي حوالين العالم كله، يعني في مصر 7.5 مليون شخص أصم، ده حاجة كبيرة جدا. فعشان كده لازم ان احنا نهتم بلغة الإشارة ونهتم كمان بتعلمها وتعلمها. طب اللي عاوز يتعلمها يتعلمها في قد ايه؟ اللي عايز يتعلمها، لا هي دي بتبقى حسب الفروق الفرديه. هقول لحضرتك على حاجه كويسه. اتفضلي. طب احنا ليه بنعترض مثلا او بنفتكر مثلا ان لغه الاشاره بتختلف؟ لغه الاشاره زيها زي اي لغه، زي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، فيعتبر لغه الاشاره تعلمها بيعتمد على الشخص. ما في اشخاص يجي يتعلموا اللغه العربيه مثلا، في شخص يتعلمها في سنه، في شخص يتعلمها في سنتين، في شخص بيتعلمها في 3 سنين، فدي بتختلف من شخص لشخص. لكن ممكن نقول مثلا في متوسط عام. المتوسط العام بيعتمد. انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه كويسه، انا لفت انتباهي حضرتك بتقول كواليس تعلم لغه الاشاره، ايوه، فازاي هنتعلم لغه الاشاره او ازاي هنقبل على حاجه زي دي قبل ما نعرف المده اللي احنا هنتعلم فيها، تمام؟ فدلوقتي مثلا اي حد عايز يتعلم لغه الاشاره، اي لغه بتيجي بالممارسه. يعني انا مثلا انا احكي على تجربتي الشخصيه، انا طالبه في كليه علوم ذوي الاعاقه والتاهيل، تمام؟ اول ما دخلت الكليه انا كنت حابه جدا لغه الاشاره، خدت فيها كورسات وتعلمتها، واخدت فيها ان انا بدات ان انا اشاهد فيديوهات على اليوتيوب او اشوف فيديوهات على اليوتيوب مثلا، وبدات ان انا اشوف بعض الحاجات. بس اكتر حاجه فادتني واكتر حاجه ان انا اديها نصيحه لاي حد عايز يتعلم لغه الاشاره، ان هو ينزل للصم اماكنهم، المعاهد، المستشفيات اللي هم بيتواجدوا فيها، مثلا الجامعات، الاماكن، الجمعيات اللي هم بيبقوا موجودين فيها برضو، الحاجات اللي هم بيبقوا، الاماكن اللي هم بيبقوا متواجدين فيها. فانا لما بدات ان انا يعني اتكلم مع اصم، كان في طبعا اشارات مش فاهماها، بس هم علموني اللغه، هم اللي علموكي كمان؟ هم اللي علموني اللغه. هم على فكره ناس ما شاء الله عليهم، يعني بيساعدوا غيرهم بطريقه كبيره ممتاز. جدا، وناس بجد بتحب الخير، يعني ما شاء الله عليهم. هل هذه اللغة بتعتمد على انه يبقى في حركات إشارة معينة بتمثل الحرف، ولا بتمثل رموز، ولا بتمثل مقاطع؟
هو اول حاجه لغه الاشاره بيبقى فيها اشارات وصفيه واشارات غير وصفيه. هم. هقول لحضرتك على حاجه كويسه، حضرتك دلوقتي لو انت شفت اي اشاره من الاشارات الوصفيه مثلا ممكن تفهمها لان هي بتصف الشيء اللي قدامك، تمام؟ ايوه زي مثلا الحمد لله اللي هي الاشاره اللي احنا متعودين عليها مثلا. بعض الاشارات الاخرى طبعا الاشارات الغير وصفيه الصم هم اللي عرفوها لينا، هم اللي جايبينها، تمام؟ كويس بس هي بتعتمد على الاشارات زي ما انا قلت لحضرتك. عظيم جدا واللي عايز يتعلم لغة الإشارة طبعا بيتعلمها زي أي لغة، بيتعلم أول حاجة المفردات، الكلمات المفردات، تمام؟ وبعد كده بيدخل في تكوين الجمل، وبعد كده بينتقل آخر مرحلة للترجمة الفورية اللي هو بقى بيتكلم باللغة مع الصم، عظيم وهي بتعتمد على حركات بالإيد وكمان لغة الشفاه، بتعتمد على أوقات على يعني لازم يبقى فيها لغة شفاه. لازم يكون فيها لغة بالشفاء. عظيم جدا، بالظبط كده. انا بشكرك جدا استاذة شيرين، كل الشكر ليكي الاستاذة شيرين عمرو خبيرة ومترجمة لغة الإشارة.